ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل قراءه عاطفيه لبرج الاسد، هنعملها للنص التاني من شهر يوليو، النص التاني من شهر 7. نشوف احوال العاطفه ايه عند برج الاسد، والحبيب شايفك ازاي يا برج الاسد، ويلا نعرف أحوال شريكك. بسم الله، قراءة عاطفية مواليد برج الأسد. إن شاء الله تكون القراءة مبشرة. انا مش هتكلم غير لما انزل كل الورق. برج الاسد شايفة عندك، خلينا اقول الناس اللي منفصلين، فهيكون في اخبار حلوه من الشريك وهيكون في تواصل. وعلى فكره لو مش بتتواصلوا تليفونيا فهو بيتواصل معاك بقى عن طريق النت، عن طريق الواتس، عن طريق الفيس، في تواصل بينكم. انت استنى منه رساله قريبه جدا. ذا صن، شايفه انفراجه حلوه قوي قوي في حياتك العاطفيه يا برج الأسد. شايفة إشراكة حلوة على العاطفة بتاعتك. برج الأسد شريكك شايفك أو شايفك حد ذكي جدا جدا، وحد طموح، وحد كأنك حد أو كأنك حد بيحب العلم قوي، فهو شايف فيك إن أنت حد طموح جدا، وشايفك حد شامخ زي ما بيقولوا كده. عندك احتفال مع الشريك يا برج الأسد، او مقابلة او عزومة، حاجة كده من هذا القبيل مع الشريك. شايفة كمان عندك ذا ويل فورشن، عندك عجلة الحظ يا برج الاسد. الله، قراءتك حلوة قوي يا برج الاسد، احسن من النص الاول. في انفراجة، في تطور في العلاقة، في رجوع للمنفصلين. شايفة كمان في بدايات جديدة. و هو بص يا برج الاسد، شايفك كمان يعني هو شريكك، شريك برج الاسد شايفه ان هو حد انطلق لقدام وباصص قدام ورمى كل حاجة وراه، وكأنك رميت كل الحمول ورا ظهرك وماشي في طريقك يا برج الاسد. انت اصلا يا برج الاسد حد معروف بان انت يعني حد شخصيته قوية جدا، وحد بيحب يبص لقدام، ولكن شريكك يا برج الأسد للبعض منكم شريكك حريص ماديا. يعني هو مش بخيل، لا هو يعني عنده شوية حرص شوية على المادة. شايف الفور اوف بنتكل، شايف قاعد ماسك الفلوس ازاي وحاضنها ازاي كده. هو حد عنده حرص زيادة عن المادة يعني الفلوس. طيب شايفة ايه تاني قدامي؟ شايفة سفر، three of wands، سفر، في سفر في الأجواء يا برج الأسد، كأن برج الأسد مسافر رايح مكان، او كأن حصلت للبعض بقى، للبعض منكم حصلت مشكلة بينك وبين الشريك واديته ظهرك ومشيت. السيناريو التالت عندي ان ممكن يكون بينك وبين الشريك مسافة سفر، انت في بلد وهو في بلد، انت في محافظة وهو في محافظة، انت في مقاطعة وهو في مقاطعة تانية،
ولكن برضو في حركة، في سفر، في طريق بينك وبين شريكك يا برج الأسد. كمان عندي الـ Page of Pentacle، في أخبار حلوة جايالك عن هي دي قراءة فيها ولكن طلع لك فيها حاجة مادية. في أخبار جاية عن الفلوس، على ما يبدو ان انت ممكن يجيك دعم مادي يا برج الأسد عشان طلع لك الـ Page of Pentacle. طيب شايفة كمان الـ King of Cup، طلع لك الـ King of Cup، وده معناه انك الشريك شايفك حد جذاب قوي، حد حلو قوي. خد عندك ابراج ميزان، عقرب، حمل، ثور، جدي، الابراج دي. شايف ان انت حد شخصية جذابة قوي، حد جذاب، وانت حلو فعلا يا برج الاسد، يعني انت جذاب وحلو فعلا. شايف كمان ان لما بتمشي في مكان بتجذب الانظار، وده مسبب غيرة عند شريك برج الاسد، مسبب عندك غيرة. تمام يا برج الاسد، بفي عندك سفر، ممكن انت تكون هتقابل الحبيب في سكة سفر، هتسافر له مكان او هو هيجي لك من مكان. وقلت لك كمان ان في تواصل بينك وبينه، في تواصل ان شاء الله النص ده من الشهر بينك وبين الشريك، لان في انفراجة حلوة قوي وفي حظوظ حلوة في العلاقة العاطفية دي. تعال اخد لك كروت العاطفة، كروت اللوف اوركل، كروت جزيرة الحب، نشوف كده احوال الشريك العاطفية شايفك ازاي. الله، انجيجمنت رينج، ده عايز يرتبط بيك يا برج الاسد، فاسرع ما يكون. ديت زرع نار برج الاسد، الشريك هنا عنده يعني هي مشكلة بسيطة، بس يعني ايه، خد بالك منها. انا بقولك عشان تاخد بالك من صفة من صفات الشريك. الشريك هنا عنده الايجو بتاعته يعني عالية، عايز كلامه هو اللي يمشي، الكلمة اللي يقولها هي اللي تتنفذ، يعني الايجو بتاعته عالية، بيسمع للايجو بتاعته او بيسمع للانا بتاعته، انا، فاهمني؟ فخد بالك من الحتة دي يا برج الاسد. الناس اللي مش مرتبطين في علاقة، بس ان شاء الله الشخص ده هيحدد معاك ميعاد علشان يجي يخطبك، يكون في بينكم ارتباط رسمي، عايز يكون في بينكم ارتباط رسمي. الناس بقى اللي هما مرتبطين او يعني مخطوبين اوريدي بالفعل في خطوبة، ان شاء الله في اكتمال للزواج على خير يا رب باذن الله. في التزام، في ارتباط، في يعني الشراكة اللي بينكم ان شاء الله هتتم على خير، اللي هو يعني سواء خطوبة او لسه هتتخطبوا، ففي الحالتين يعني خير، وانتظر ان شاء الله الشريك هيحدد ميعاد في اقرب وقت باذن الله ويجي يطلب ايدك يا برج الاسد. والمخطوبين ان شاء الله في عندهم الزواج يتم على خير، حتى لو في مشاكل فكلها هتتلاشى ان شاء الله يا برج الاسد. تعالى كده يا برج الاسد اخد لك نصايح، نشوف الكروت بتاعت الملايكة، ناخد منها كده كام نصيحة لبرج الاسد. بسم الله، communicate clearly، yes،
ريكفري. عندكم فترة حلوة للتعافي، حاول ان انت تقعد مع نفسك، تخرج اي طاقة سلبية عندك برج الاسد، حاول ان انت تتجنب العصبية اليومين دول، حاول انك تهدي اعصابك، لان ان شاء الله كل حاجة انت عايزها وبتخطط لها هتحصل باذن الله. كمان حاول ان انت تتواصل بوضوح مع الشريك، بمعنى حاول تحط مع النقط على الحروف من اولها يا برج الاسد علشان ما تتعبش بعدين. يعني حدد انت عايز ايه وعايز تعمل ايه مع الشريك، وحاول ان انتوا يكون في بينكم تفاهم ويكون في بينكم تواصل واضح علشان ما يكونش في بينكم اي مشاكل او اي ضغط، بحيث ان شاء الله لما تيجوا ترتبطوا يبقى كل واحد عارف اللي ليه من اللي عليه برج الاسد، وده هيخلي العلاقة احسن واسهل ان شاء الله، وهيخلي عندكم بدايات جديدة. الناس اللي مفيش في حياتها حد، فان شاء الله هيجي لها حد، في حد جديد هيظهر في حياتها. الناس مش مرتبطين، في حد هيظهر في حياتها. العلاقات الصعبة اللي الشريك حابب يسيطر فيها عليك يا برج الاسد، رغم ان انت ما بتحبش حد يسيطر عليك وبتحب يعني ان انت تعمل اللي عقلك شايفه، ان شاء الله هيكون فيها تحسن، وهيكون في ان شاء الله حب في الاجواء، هيكون حب متبادل بينك وبين الشريك، وهيكون عندك احتفال ان شاء الله بمناسبة مع الشخص اللي انت ترتبط بيه ده ان شاء الله يا برج الاسد. برج الاسد، دي كانت قراءتك للنص التاني من شهر 7، قراءة العاطفية. لو لسه جديد معانا، لو سمحت اضغط لايك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، اشترك واضغط على زر الجرس فعله، ان شاء الله اول ما ينزل اي فيديو يجيلك بيه اشعار ان شاء الله برج الاسد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.